حياكم الله مشاهدينا الكرام، شكرا لزميلتنا مريم على هذا التقرير اللي عدته لنا. طبعا تعتبر التنمية الصناعية من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تلعب الصناعة دورا مهما في الاقتصاد باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث أن القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة ويساعد على تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء وتحسين الموازين الاقتصادية. زهراء، حيث تعزز أيضا التنمية الصناعية الجانب التجاري وتشغيل الأيادي العاملة وتقليل معدل البطالة وتأمين فرص عمل للأجيال المقبلة. ومن هنا فإن دعم القطاع الصناعي والارتقاء بمستوى الصناعات الموجودة يجب أن يكون من الأهداف الأساسية لأي سياسة تنموية شاملة. وأكيد الحديث أكثر ينضم معنا عبر أو داخل الاستوديو الأستاذ عزيز ناظم، مدير عام التنمية الصناعية. يسعد أوقاتك أستاذ عزيز، نورتنا. أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله. أستاذ عزيز، ممكن توضح لنا أنه عمل مديرية التنمية الصناعية بداية؟ بالحقيقة المديرية العامة للتنمية الصناعية هي مؤسسة حكومية تعمل بموجب قانون 20 لسنة 98، قانون الاستثمار الصناعي. وهو تمثل المديرية نافذة للإشراف على القطاع الخاص الصناعي. يعني بمعنى آخر المشاريع اللي يرغب بها الناس يأسسوها ويكملوها من خلال المديرية. وهي تعتبر مجمع للموافقات الدوائر الأخرى وتنظيمها، وبالتالي تسجيل المصنع ضمن السجلات الحكومية وتقديم التسهيلات اللي عززها القانون، طبعا فرضت بموجب القانون، اللي تتعلق بتسجيل المكائن والإعفاءات اللي تدخل الخط الإنتاجي والمواد الأولية، وبالتالي يكون عنده تعزيز رصيد في مواد الأولية أولا، ثانيا في تشغيل العاملين وفتح المصنع والارتقاء به حتى تطوير أيضا. أحسنت. جيد. طيب أستاذ عزيز، لابد اليوم أن نستثمر حضرتك ونتحدث أكثر عن دعم المنتج الوطني، وخاصة اليوم وسائل الإعلام تحاول قدر الإمكان أن تقدم هذا الدعم. اليوم أنه إحنا أيضا رح نعطي فرصة ونتحدث عن كيفية دعم المنتج الوطني ونحسس وجوده داخل الأسواق العراقية، والرغب أيضا المستهلك على أن يتم الشراء تحديدا من المنتج المحلي. أنا يعني حقيقة أريد أوضح أشياء مهمة جدا حتى الجمهور أيضا يطلع عليها. موضوع المنتج الوطني جانب منه تحكمه القوانين، يعني قانون حماية المنتج الوطني، المنافسة وعدم الاحتكار، وقوانين حزمة من القوانين وحزمة من الإجراءات تنظم تشجيع المنتج الوطني. هذا جانب. الجانب الآخر ثقافة المجتمع وأشياء تتعلق بالمستهلك أيضا. الحكومات ما بعد 2003 نتحدث احنا، أكيد هو اللي يهمنا بالموضوع، هناك برامج لتشجيع المنتج الوطني. طبعا المنتج الوطني بشقين، ينتج بالقطاع العام، مصانع القطاع العام، والشق الأهم هو ينتج مصانع القطاع الخاص، وهي الأكثر عددا طبعا وأكثر تنوعا بحكم الظروف، بحكم اتجاه الدولة والمجتمع نحو السوق الحر. أكيد حال البلدان اللي اتجهت سابقا وذهبت إلى السوق الحر، وبالتالي هي تستشعر، الناس تستشعر الحاجة إلى سلعة معينة ثم تأسيس مصنع بناء عليه. بالحقيقة نحكي في ظل الحكومة الحالية، هناك في المنهاج الحكومي فقرات مهمة وواضحة وجوهرية ورئيسية لتشجيع المنتج الوطني، بمعنى أنه يا صناعات محلية عليكم أن تلبون حاجة السوق من هذه المنتجات، والدعم متوفر. وأيضا ورقة في الورقة البيضاء ورد فيها أيضا فيما يخص المنتج الوطني والصناعة في المحلية. لكنه للتوضيح، عملية دعم المنتج هو ما هو المنتج الوطني؟ المنتج الوطني هي السلع التي يمكن إنتاجها في العراق. يلاحظ أكو خلط في بعض الأحيان حتى في الإعلام أنه أكو منتجات تستورد ومنتجات ما قادرين على صناعتها. نعم، هناك منتجات لابد من استيرادها، حال الدول، إحنا حال الدول، كل الدول تستورد، لكن ما هي هذه المنتجات؟ هذه المنتجات التي لا تتوفر لها مواد أولية في البلد، ممكن هذه تكون لها عملية استيراد منظمة وعملية رسوم جمركية وضريبية. بالمقابل هناك
منتجات، لا سعت الحكومة وحتى المجتمع، حتى الصناعيين سعوا إلى أنه تنتج في داخل البلد ونجحوا في ذلك. وحتى وصلت الحال أنه حتى استيراد ما به، لأن ما يحتاج، هنا عندك اكتفاء ذاتي وخلاص. صح. هذا فيما يخص عملية الدعم. زين أستاذ عزيز، يعني أنت تحدثت بقانون 20 سنة 98. نعم. المادة 18 تنص على التزام أصحاب الشركات وأصحاب المصانع أنه بالضوابط تخص القانون أو يتم نزع الشهادة من عندهم في حال أنه خالفوا أحد شروط والضوابط اللي هو المتعهد بها. اليوم مثلا نشوف بعض الشركات تشوف أنه النوعية اللي دا تنتجها من المنتج الوطني تكون مديش الكفاءة اللي دا ينتجها مثلا المنتج اللي خارج البلد. شوف بالحقيقة احنا هي المنافسة عالمية طبعا، لا شك في ذلك، هي ليست المنافسة محلية. الآن أكو مصانع بالدول المجاورة، مصانع بالعالم، نعم، تضع نفسها في منافسة مع كل المنتجات في كل البلدان. بالتالي على الصناعي العراقي أن يجعل من الكواليتي، عملية التعبئة والتغليف، حسنت، يجب أن تكون منافسة للعالم. راحت هاي النظرية، هذا منتجي واللي يأخذ أهلا وسهلا، لا. الآن المعايير اختلفت بالنسبة للمواطنين، حتى شكل السلعة الآن ده يدخل في عملية المنافسة، وحتى خدمات ما بعد البيع، وحتى خدمات إيصال السلعة اختلفت. كان قبل بالعالم مثلا ممكن ماكو توصيل، الآن أكو توصيل. صح. فهذه المعايير الآن اللي منتهجة في الدول المجاورة، هذه اللي ده تخلي الصناعي في بعض المفاصل، أنا أحكي تخلي الصناعي أمام عائق أنه يتولد عنده شعور داخلي ما يقدر ينافس، بس هو بالحقيقة يقدر ينافس. هناك رقابة من قبلكم؟ الرقابة الأساسية، الرقابة الأساسية على المنتجات هي من الجهاز المركزي. نعم، تصدر من عندنا توصيات، تصدر من عندنا ملاحظات، هناك اجتماعات مشتركة طبعا في هيئات، هيئة المستشارين أو في ندوات، أو حتى عندنا ورشات عمل مشتركة. نحن ننبه أن هناك سلع غير خاضعة للمعايير، يجب أن يكون هناك رقابة مشددة، خلينا نقول، وبالأخص فيما يخص يتعلق بالأمن الغذائي، الأمن الدوائي مثلا يتعلق بحياة الناس. ننبه لهذا دائما في المديرية، لكن نقول إحنا عملنا نجي نغلق مصانع، لا، إحنا بالمديرية نسعى إلى فتح مصانع، إلى تشغيل المصانع، ونجعل من الجهات الأخرى جهات الرقابية أن تأخذ راحتها مع المصانع وتحدد معاييرها. وأنا أقول لك يعني هناك مصانع خارج الضوابط بالآونة الأخيرة، الصناعين بدوا يجنحون إلى أن تكون السلعة المنتجة في مصانعهم هي السلعة ذات جودة عالية، لأن راح يتأثر التسويق بشكل حساس بيها. صح. فهذه مرات تتعوفها للصناعي، هو ده يقول لك أنا لازم أنت السلعة ذات قيمة وذات جودة حتى تمشي بالسوق. صحيح. وممكن نسعى على أنه تصديرها ليس فقط أنه يكون توزيع. هناك منتجات الآن تصدر، وأكو منتجات هسه بالجديد، يعني خصوص ما يتعلق بالمنتجات الغذائية اللي إلها يعني خلينا نقول وفرة في البلد، الآن تتجه إلى عملية تصديرها. جيد. بالإمكان تصديرها. طيب أستاذ عزيز، يعني دعني أتحدث عن العملة وأسعار المنتجات الوطنية. لماذا لا يتم تحديد أو وضع أسعار معينة للمنتجات الوطنية، خاصة المنتجات المحلية؟ اليوم المواطن يتخوف فيسعى لأنه يشتري الأشياء اللي تكون مستوردة بحجة أنه هي أقل تكلفة من المنتج المحلي. يعني هذا السؤال أنا أعتبره جدا مهم، يعني لأنه هو المستهلك دائما ينظر إلى أي مستهلك. صح. ينظر إلى سعر السلعة. صح. بدءاً بغض النظر عن الكواليتي، ثم ينظر إلى بعض فئات من الناس تنظر إلى يعني الجودة، لكن الأغلب ينظر إلى السعر أولاً. أول ما ينجذب على السعر. على السعر. المنافسة هي اللي تحدد الأسعار. ذهبت نظرية أنت حدد هذا بيش، ماكو، قد يكون غالي تحدده غالي. ليش تحدده غالي؟ صح. النظرية الجديدة يقول لك هو عوف السوق شنو يحددها؟ العرض والطلب. في بعض الأحيان تحصل أزمات في خصوصا ما يتعلق بالغذاء، الدولة هنا مهمتها أنه ما تخلي أزمة تنخلق في السوق لسلعة معينة. صح. وبالتالي احنا نتذكر أحداث ما قبل 2003، كانت هناك بعض المنتجات صار بها أسعار جدا عالية حتى المواطن ما يشتريها بعد يتركها حتى لو كانت أساسية. هذه الثقافة راحت، وخصوصا بالوقت الحاضر السوق هو الذي يحكم. السوق غني جدا بالمنتجات بالمناسبة، واللي يطلعون على السوق
يشوفون أي مفصل من مفاصله ينقص منه راح رأسين يوفرون هاي السلعة سواء مستوردة أو محلية. وبالتالي عملية الموازنة على لذلك ما نشوف إحنا فالشيء أسعار مثلا جدا بها غبن فاحش ما نسمع يعني حالات جزء بسيطة لفترة معينة يعني خلينا نقول في ظهور أول الأزمات ترتفع الأسعار ممكن لفترة جدا قليلة وبالنهاية ترجع إلى مستواها الطبيعي ترجع إلى مستواها الطبيعي. زين أستاذ عزيز يعني اليوم شلون نقدر إحنا نروج صناعتنا ونقطع المستورد وخصوصا إذا أكو بعض الشركات اللي هي أصلا مستورد بس هو يصنع داخل البلد يعني عندنا هواي يعني شركات امتياز يعني الماركة عندنا هواي شركات تصنع داخل البلد بس هي امتيازها مو امتياز عراقي هي أجنبية زين إحنا اليوم ليش ما إحنا نعمل هيك شو المواد الأولية عراقية وكل الشغل عراقي والعاملين بالإنتاج عراقيين زين بس المنتج ما يحمل اسم النهاو يعني ولا شعار العراق احنا نسميه النهاو بالصناعة اللي هو سر المهنة يعني خلينا نقول شوف هم نرجع للمستهلك هناك أشياء عالمية هي غير محبذة مثلا تقول لي شركة بيبسي الآن المستهلك يريد من بيبسي هذا هو يريد هذا المنتج فأنت لا مانع ولا ضير أن ينتج بالعراق وهو ما يحصل حاليا طبعا وفق الماركة المطلوبة اللي هي فقط الامتياز هذا ما يمنع في شيء أما تريد تخلق ماركة أخرى سوق مفتوح أخلق ماركة أخرى وقنع بها المجتمع والمستهلك يستهلك مو هي المشكلة أنه هنا الماركة الأجنبية ده تكون أرخص من الماركة اللي تصنع محليا معلومة اثنيناتهم دي يصنعن داخل العراق هاي المنافسة في صالح المستهلك يعني نفترض كسعر رمزي هاي سعرها 500 دينار والماركة الأخرى سعرها 250 دينار وهاي نفس الكواليتي مال هاي فهنا المستهلك وراح يلجي راح يلجي لهم الربع يقول لك أنا حتى لهم الربع هي ما تحمل هي مصنوعة داخل العراق واللي هل هو في مصلحة المستهلك؟ هو هذا جواب أكو موازنة يعني أكو موازنة تجاوبنا عليه الموازنة الدولة وتعليماتها وإرشاداتها يقول لك نحن نضع بالدرجة الأولى المستهلك صح ثم نضع فقرة أخرى فئة أخرى أحسنت الصناعيين المنتجين الأولى والأساس المستهلك طبعا أن يكون مرتاح طبعا بس أكو موازنة مو كل شيء يعني مرة تكون أكو موازنة في مصلحة فئة كاملة كبيرة جدا من المنتجين ومرة تكون في مصلحة المستهلك في أكو موازنة هاي موازنة دقيقة صراحة يعني خلينا نقول بها قرارات مركزية عليا بحيث هذه الموازنة تطلع لا ضرر ولا ضرار فيها على المستهلك وعلى المنتج جاي. طيب دعنا نتحدث عن التخطيط عادة التخطيط يعتبر الجزء الأساسي والمفصلي لنجاح أي عملية هل اليوم التخطيط بالجانب الاقتصادي ودعم المنتجات المحلية سيكفي العراق من عملية الاستيراد وهل سنكون ايضا من الدول المصدره الى الخارج للنهوض بالواقع الاقتصادي بما انه احنا اقتصادنا نفطي بالدرجه الاولى خلينا نتحدث بالاشياء اللي رسميه وممكن على السنوات القادمه السنتين نعم القادمه في تقرير اخير ظهر السيد وزير التخطيط تضمن تقريره هناك تضخم سكاني كبير بالعراق تمام وصل الآن حاليا عدد العراقيين 40 مليون بس احنا نحكي على الجانب الصناعي ما لنا علاقة بالأشياء الأخرى نعم الجانب الصناعي طبعا ومن المتوقع سنويا مليون إنسان عراقي يزود بالجانب الصناعي لازم دولة توفر لهم سلع منتجة نعم احنا بالمديرية وخطة وزارة الصناعة والمعادن نعم اللي هي الجهة الإشرافية عن القطاع الخاص والجهة على القطاع العام تمام. الخطة مال وزارة الصناعة والمعادن مديرية التنمية الصناعية تباعل هذا الرقم زيادة مليون صير 41 42 إيش قد يحتاج لنا سلع عندنا أرقام أيضا تجينا نعم إذن إيش قد يحتاج لنا مصانع جديدة إذن إيش قد نحتاج ندعم بيا اتجاه الغذائي الدوائي مثلا أولويات يعني إنشائيات وين نروح نأسس معامل أكثر في أي منطقة نأسس معامل أكثر هذا كله ضمن خطة ترك ضمن رؤية معينة هو هذا لازم نوائم عملنا ويا ما تريد وزارة التخطيط بالتطلع لأن هاي أرقام واقعية صح الآن هاي الناس موجودة صحيح. يحتاج خبز يحتاج قلم يحتاج ورقة صح. يحتاج طابوقة يبني بيها وبقية السلع يعني اللي يحتاجها الإنسان
فاحنا على هذا نبني ايش قد يحتاج مصانع، ايش قد يحتاج دعم ضمن خريطة صناعية. طبعا خلينا نسميها خريطة صناعية، اللي الخارطة الصناعية اللي أقرت في وزارة الصناعة والمعادن من لدن وزير الصناعة والمعادن أستاذ منهل العزيز القباز وقيادة الوزارة. راح تكون أكو خارطة صناعية توضح صناعة العراق وين، عدد المعامل، الاختصاصات، أنواع الصناعات وين تتركز بالمحافظات. هذا هو اللي يواكب الخطة الانفجارية خلينا نقول للسكانية اللي تصير. زين خلينا نتحدث شوية عن أهم الشركات اللي موجودة وأكثرها تسويق. يعني أحكي لك بالقطاع العام لو الخاص، إحنا قطاع خاص. بالقطاع العام وبالقطاع الخاص. بس أنا ضمن مسؤوليتي ليس في القطاع العام، بس ممكن أنطيك يعني بحكم يعني موجودين إحنا في الوزارة. نأخذ العام شوية من عدة ونأخذ الخاص. يعني في القطاع العام نحكي بالدرجة الأولى الشركات صناعة الإسمنت. القطاع العام. هذه الشركات مع شركات القطاع الخاص، لأن أكو اكتفاء ذاتي في العراق، لا يوجد مستورد. أرقام موجودة. سابقا كان أكو مستورد طبعا. سابقا طبعا قبل سنوات كان أكو مستورد. الآن ما يحتاج العراق مستورد ولا دا يستورد. جيد. موجود هاي المعامل القطاعين العام والخاص قاعد ينتج ويغطي الحاجة. يعني أدوات وأسعار مناسبة طبعا. متواجدة تماما. متواجدة. أكو اكتفاء ذاتي من ناحيتها. عندك العصائر صدر فيها قانون حماية المنتج الوطني. الآن العصائر كلها محلية، عدا أنه يدفع رسوم باهظة جدا. بحيث يجيب بعض المنتجات، أما الأغلبية في السوق هو منتج محلي من قطاع خاص. هذا موجود صح، حتى تشوفها ماركات أجنبية، قسم منها ماركات أجنبية وقسم منها أو عربية وقسم منها لا ماركات عراقية. هذا موجود بالسوق. هاي أذكر لك مثلين وأمثلة كثيرة ترى على هذا. يعني حتى أشكال التصاميم هسه حاليا اللي موجودة ذكرتهم بخصوص العصار. نعم. بنشوف أنه اختلف حتى من ناحية الديزاين، يعني بدا يتطور المنتج يعني. بدا انه يراعي الصوره الذهنيه لدى المستهلك. بالضبط. يعني المستهلك اليوم يبحث عن يشوف القنينة اذا هو الكواليتي مالتها كان زين، يقول لك انه خلاص ما يفرق عنده. ايوه شافها هي شكلها محل وتصميمه قال لك هاي ما طيبه. نعم. ايوه يقول لك عين تاكل فعلا. يمكن مثل حتى ما شفنا بطريقه دعم منتجات الالبان والصور اللي كانت موجوده عليها. فلا بد اليوم انه ايضا نركز احنا على هذا الجانب. طيب استاذ عزيز، حضرتك ذكرت اليوم انه اكو خارطه لوزاره الصناعه تحديدا. طيب هذه الخارطه وانشاء المصانع، هل لها القابليه على استيعاب اعداد البطاله المتواجده داخل المجتمع العراقي؟ يعني اليوم هل هي قادره على امتصاص ولو جزء بسيط من هذه البطالة؟ وأكيد هي البطالة منتشرة في كل أنحاء الكرة الأرضية. شوف هناك إحنا بالوزارة هناك خطتين. نعم. صار للموضوع. أولا إحنا بدنا نأسس، يعني مثلا إحنا من 1/1 هذه السنة. نعم. لغاية شهر الخامس خلينا نقول. تحت التأسيس مصانع، تحت التأسيس نقول يعني الناس اجت خذت اجازات تحت راح تبني مصانع، قسم بنوا يعني كملوا. هل هناك مستثمرين من خارج العراق؟ هسه اجاي تمام. عندي 750 اجازه تحت التاسيس. جيد. ممتاز. الان ذولا ضمن فتره معينه راح يبنون، طبعا قسم منها صغيره وكبيره ومتوسطه حسب. هذول احنا ايش قد راصدين لهم العدد؟ عندنا الرقم التخميني لكل معمل. مثلا اذا معمل عصائر نعرف تخمينيا ايش قد راح يشغل. معمل اكو لدائن، اكو معامل اخرى انشائيه، هم عندنا نعرف العدد التقريبي. هذا احنا بدنا نحسب اعداد. هسه كل معمل يكمل تاسيسه نعطي اجازه كامله التاسيس، نخلي رقم قباله يشغلها القد اكيد راح يشغل بعد ما عد. فهذه هاي اول ضمن خطتنا، احنا نعرف ايش قد راح يشتغلون. جيد. هاي واحد. عندنا خطه اخرى تبنتها الوزاره والمديرية. نعم. هي مبادرة تشغيل الشباب الخريجين. خلينا خطة شباب الخريجين، احنا راح نحوله الى صناعي، صح صناعي بسيط بداية حياته بس هو خلاص يصير على السكة. صح. مشاريعهم صغيرة ومتوسطة بعضها، ونجحوا طبعا قسم منهم. نجحوا. يجي الخريج نعطيه تسهيلات. نعم. رسوم بسيطة رمزية فيما يخص الموافقات، ممكن يجيب ممول ويا يدعمه هم عادي نقبل. ويا المحافظين اشتغلنا ويا الحكومات المحلية، وفروا لهم أراضي قد تكون يعني على شكل مساحات بسيطة، ورش 100 متر 200 متر هو اللي يريده. نعم.
وبالتالي يفتح مشروعه. هذه المبادرة احنا شغالين بها. نعم لا تلبي طموح عراق كامل بس لكنها تساهم. زين استاذ عزيز، المساحات اللي موجودة هاي تكون باسمهم لو تتابع للحكومة؟ لا لا، هي عقد ويا راح يكون عقد انه بدا سنوات ياخذ راحت بعده ويسوي الورشة مالته والمصنع البسيط ويصير باسمه بعد، يعني مو اسمه ملك، يعني عقد يدفع اجار بس اجار بسيط ضمن المبادرة. يعني اضافة الى شمولهم بالقروض، المصرف الصناعي يشملهم بالقروض، هم يوفر لهم وسيولة مالية. زين في سؤال أخير، يعني أريد أعرف أنه سياستكم وإجراءاتكم حول رجال الأعمال والمستثمرين وشنو التسهيلات اللي قاعد تقدموها لهم؟ يعني تعرف اليوم إحنا بحاجة إلى مستثمرين واستقطاب المستثمرين من أجل إنشاء المصانع وبنى تحتية يحتاج إنه، فشنو التسهيلات اليوم اللي أنتم تقدموها؟ شوف خلي أكون صريح وياك، يعني حتى إحنا نقول الكلام في مواقعه. هناك جهتين لمنح هذه الاستثمارات الصناعية، نحكي جهة تنمية صناعية وزارة الصناعة والمعادن، وجهة هيئة الاستثمار أو الهيئات في المحافظات. المستثمر إذا ما يشعر بأمان على أمواله وعلى حياته، هسه على حياته يعني ممكن هو يكون ما موجود وآخرين يعملون، لكن همهم حياتهم. أكيد أكو شركات أمنية، أكيد أكو طبعا. لكن حماية أمواله هو الهاجس الأساسي ليشعر بالمستثمر الخارجي. نعم. هذا تقول لي مطلق هسه إحنا في خلينا نقول في بحبوحة، أقول لك لا، لكنه الاتجاه العام للحكومة إنه يوفر هذه الحماية. ونحن دائما هذه شوف مسؤولية مشتركة فيها، يعني أن تقدم شرف المهنة شرف الحياة، أنه تقدم للآخرين فد مساحة واسعة آمنة لحياتهم ولعملهم. هذه مسؤولية مشتركة الجميع يشترك فيها. أكيد كلش. يعني مو بس المديرية أو بس هيئة الاستثمار أو بس الداخلية، لا حتى المجتمع يجب أن يثقف على أنه هذا المستثمر جايب أمواله الخارجية ده يستثمر في البلد، شغل عاملين ويوفر سرعة في البلد. نعم هناك فوائد تعود عليه. نعم. وهذا شيء مشروع. نعم. أكيد ضيفنا كل الشكر لانضمامك ويانا، نورتنا ونورت مسامع مشاهدينا. نتمنى فعلا اليوم أن يتم تنفيذ كل هذه الخطط وكل هذا الكلام اللي تحدثنا به. نأمل خير إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عزيز ناظم مدير عام التنمية الصناعية، شكرا لحضورك، هذا وقتنا ما يسمح به، نتمنى أن الوقت كان يسعفنا أكثر على أن نتحدث بهذا الموضوع المهم. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. أكيد شكر لكل زميلاتنا رسول ونور وهبة وميس الأمير، وشكرا لكل كادرنا اللي رافقنا على مدار 3 ساعات. وختاما شيء زهرة، أكيد شكرا لكم، نتمنى لكم يا ربي نهار سعيد، إلى اللقاء.